إذا المشاهدين هذا هو رأي الشارع العراقي بين مؤيد وبين معارض، ومثل ما قلت أنا يبقى الاعتدال هو أهم شيء وأجمل شيء بكل حياتنا. من حال ننتقل لفقرة ضيف اليوم، واليوم ضيفنا بصراحة ضيف مميز ومن الناس اللي إحنا نفتخر بيهم، واستغلينا فترة وجوده في أربيل بمناسبة الأسبوع مهرجان السينما الكردية، المخرج العراقي الرائع والمبدع صباح الحيمة. يسعد صباحك أستاذ صباح. شكرا جزيلا. يسعد صباحك، شكرا على هذا المقدمة. شكرا، نورتني. لا بالعكس، قليلة بحقك، يا كل الهلا بيك. ألف شكر، ألف شكر. طبعا ها تفضل. أستاذ صباح، طبعا يعني فرصة طيبة أنه حضرتك موجود في أربيل، وبما أنه إحنا قلنا وجود حضرتك اتزامن أو يمكن سببه هو مهرجان السينما الكردية، نبدأ من هالموضوع هذا، مشاركة حضرتك ورأي حضرتك بمهرجان أو أسبوع السينما الكردية اللي لا زال إلى الآن يعني موجود في أربيل. هي دعوة. نعم. مثل دعوات أخرى في مهرجانات أخرى. نعم. هاي المرة الثانية أنا أحضر مهرجان في أربيل. الدعوة الأولى كانت في 2010، لكن الانشغالات بعض الأحيان تجينا دعوات ما نقدر نلبيها. من خلالكم نشكر يعني إدارة المهرجان على هاي الدعوة. حقيقة دعوا أكثر من شخص من بغداد، بين مخرج وبين كاتب وبين منتج وبين مصور يعني. فكانت فرصة أن نلتقي بالفنانين الأكراد يعني، وخاصة أكو مخرجين وأكو منتجين مصورين من خارج العراق اصلا يعني. فهذا تلاقح بين الافكار، بين الرؤى، بين الخبرات يعني. فهي فرصه جميله ان اتاحتها اداره مهرجان كردستان الافلام. طبعا هاي المهرجانات بالفتره الاخيره تحاول اعاده السينما العراقيه اللي للاسف العديد من النقاد على مستوى الوطن العربي يقولون انه السينما العراقيه والدراما العراقيه انتهت أو أصبحت غير موجودة. بس تصحيح، هو ما عندنا سينما عراقية، عندنا أفلام عراقية. تمام، خل أكمل يعني. أتمنى أن وجهة نظري توصل لك على مود إحنا نأخذ الإجابة بشكل وافي. أنه السينما هاي المهرجانات وهاي المؤتمرات التي تقام سواء في كردستان أو في عاصمتنا الحبيبة بغداد حتنقذ الواقع اللي موجود على مستوى السينما وعلى مستوى الأفلام وعلى مستوى الدراما؟ يعني نحس أنه العراق مغيب عن الثلاث أقسام هاي اللي تكلمنا بيها. لا، العراق ما مغيب، العراق عدة تواجد حاليا. طبعا شون أنا أحضر مهرجانات أيضا في القاهرة، في تونس، في المغرب، أكو مهرجانات مقامة. عندنا شباب يشاركون مهرجانات دولية حتى عالمية. حلو. يحصدون على جوائز، لكن مشكلتنا انه هذه المشاركات هي جهد شخصي، جهد خاص، من خلال علاقاتهم، من خلال تشبثهم، من خلال تواصلهم. وخاصه هسه سهل يعني، قضيه الانترنت والتواصل موجود يعني. جميل. فاكثر شبابنا. والموضوع الاخر حتى الاعمال اللي يشتغلوها ايضا اعمال شخصيه يعني نغطيها بالمناسبه. دور الحكومه مغيب بهذا الموضوع، يعني مو مشاركه باسم العراق، هو مشاركه باسم شخص يعني على صعيد شخصي. والله العزيزه كل ما يكون أنا أغيب دور الحكومة، مو الحكومة تغيب دور يعني. شلون؟ أنا أغيب دور الحكومة، أنا ما أريد الحكومة يعني. إحنا لو عدنا مثلا رأس مال سبع، لو عدنا ناس فعلا يعني يؤمنون بأنه السينما هي ثقافة الشعوب، هي تاريخ الشعوب، مثل ما يروح يستورد مثلا أشياء يعني نص عمر أو ربع عمر يعني تستهلك بأيام حتى يربح، أيضا يفكر بالإنتاج حتى يربح. ماكو مشكلة إن هي أيضا صناعة ورأس مال. إذا يعني مو أني، جزء أني كشخص يعني منتج فيلم أو مخرج فيلم أتمنى، بس المسؤول عن هالموضوع هو اللي محاس بقيمة السينما العراقية. ما لي علاقة، المسؤول الرسمي ما لي علاقة. طيب إحنا كشريحة، كشريحة يعني فن وثقافة، كشريحة فن وثقافة الآن بدأت تتغير الصورة. الآن صارت جروبات وجماعات بدأوا ينتجون يعني. أبسط مثل، الآن إحنا أسسنا صندوق لدعم السينما. حلو. ما لنا علاقة بالدولة. جميل. 5000 دينار من كل واحد يشترك بهذا الصندوق، 5000 دينار يدخل بهذا الصندوق. نعم. من ضمن الموجودين بالصندوق رشح أعمالهم يعني، قدمنا النص وكلجنا تفحص النص وشوف هذا النص أنه شقد مكلف، شقد ممكن أنه يعني يسوي شيء، يسوي حركة، يقدمنا بشكل آخر للعالم، يقدم فد فكره معينه، فد موضوع معين. نقول له تفضل توكل على الله، هاي فلوسنا وتفضل. عندنا اجهزه ايضا، كل واحد انا عندي اجهزه ببيتي يعني، تصوير ومونتاج وغيري ايضا عندهم شركات، نساهم بالممكن يعني. حلو. اللي عنده كاميرا، اللي عنده اناره، اللي عنده فكره يقول، اللي عنده قصه يعني. بلد مثل العراق، العفو استاذ،
وهاي السينما العراقية نقول أو الأفلام العراقية مثل ما تفضلت حضرتك أو الدراما العراقية أو الكوميديا العراقية اللي كانت تأثر بالشارع وتتكلم بأمور وبيها جرأة وتشارك بتونس وتشارك بالقاهرة وتشارك بكل المهرجانات العربية وتحصد نتيجتها أصبحت الآن تعتمد على المساعدات؟ لا أحلى لا المساعدات مو يمها أنت أو على التبرعات بس خلنا سابقاً من كانت أكو دولة كان أكو حرص إضافة إلى هذا الدولة كانت تدعم بس كان أكو حروب يعني كنا إحنا مثلاً يمكن أيام أنا ما أروح لبيتي يعني أسهر بالعمل أنا أخذ راتب إذا اشتغلت وإذا ما اشتغلت أنا موظف ولكن أنا أشتغل حتى أقدم عمل حتى أقدم نفسي بضمير بضمير الآن الفساد وصل إلى السينما إلى طبعاً مثل ما وصل إلى حتى مؤسسات حتى دينية يعني مشكلة يعني صح للأسف فلذلك الشغل يعني هسه أنا أقول لك هسه يقول احنا بفاقه ماليه وما اعرف شو يسمونه من ازمه ماليه او فشي تقشف زين قبلها يعني قبل 2015 كان فلوس بالهبل مليارات صرفت وين العمل اللي طلع انا رجل يعني احكي لك مسؤول عن كلامي انا فاحص في شبكه الاعلام العراقي نعم يعني الحديث اي شبكه الاعلام العراقي فاحص على الاجر لان نعم. انا طلعت تقاعد اللي هي اي ام ان حاليا إيه؟ انا طالع تقاعد 98 وما التحقت بوظيفه وبقيت اشتغل على حسابي عندي شركتي وعندي شغل وعندي هذا بس كخبير كقراءه يعني من تباوع تقرا نص وتجيز النص ملزم انه الشركه اللي تنتج هذا النص ان يلتزم بالنص انا اتفاجئ اقعد من اتفرج على نفس اللي انا قاري تلقى ارتجال غير شكل اكو اشياء وهذه انت اذا تغير جمله واحده اذا تغير كلمه واحده تغير المعنى كله غير المعنى كله اذا تتعامل حتى بالمعالجه المخرج من يعالج مشهد معين او شخصيه معينه بقض مثلا لازم ياخذ راي المفروض يكتب طبعا المعادل يكتبها ونجيسها من حقه يحذف بس ما من حقه يضيف وهذه موجوده يعني على مستوى العالم كله نعم الآن يقول لك ليش رقابة وعلينا رقابة وعلينا تشدد ليش ما عليك رقابة ليش على الأدوية أكو رقابة ليش على الأغذية أكو رقابة بالعكس بمصر اللي هي أكثر مكان منتج للسينما هي موجودة هي موجودة رقابة بأمريكا بلندن شنو رقابة على أساس الشيء الآخر الآن الأجواء هذه فتحت مجال الناس والبارحة كان عندي هذا الموضوع البارحة كان عندي مداخلة نعم على هذا الموضوع في هنا بأربيل انفتح المجال لناس ما لهم علاقة بالفن والسينما والهذي على كل الأصعدة أستاذ صباح مو بس ماشي أنا أحكي على اختصاصي نعم لما يجي واحد سألتهم سؤال أنه هذا مهرجان الفيلم الكردي كم واحد بيه يشتغل هو ما عنده سيفي مثلا أو ما عنده شهادة منو مرجعيته على أساس أنت تيجي تصير مخرج على أساس منو طاك إجازة شلون كإخراج ما ممكن بس أصور كتمثيل إذا موهبة ممكن هذا يثبت نفسه انه بدون سي في اول مره حتى لو مو زين اذا مو زين راح يروح ينتهي اكيد واذا زين يتعب على نفسه ويصير ويدرس ويصير نعم بس على مستوى اخراج يعني على اي اساس واحد يجي لنفسه يعطي نفسه لقب مخرج ولا نحن نشوف على الفيسبوك يعني او السيناريست مثلا واحد كاتب عن نفسه يا باش انت ايش كتبت السيناريست يعني انا مؤلف كتابي فن الكتابه نعم شلون تكتب وعندي دورات خاصه موجودة حالياً هاي الدورات؟ إيه سادي ودورات خاصة أنا مخرجت للدورات لكتاب سيناريو ودرست سيناريو في معهد الفنون الجميلة ما أقول على نفس السيناريست وكاتب مئات الأعمال بعد هالعمر هذا كله مئات الأعمال كاتب يعني خاصة الإذاعية عندي مئات المسلسلات أصلاً يعني مو عشرات بس عفواً أستاذ الشارع يعتب عليكم بقضية وهي أنه عدم تأسيس أكاديمية سينمائية أو أكاديمية مثل ما تفضلت حضرتك مختصة بموضوع الدراما والسيناريست والإنتاج والإخراج من قبل القدامى وأهل الخبرة العراقيين يعني هم احتكروا الموضوع عليهم ما انطوا للأجيال القادمة فصار عدم تواصل بين الجيل القديم اللي هو مبدع وقدم أعمال والجيل الحديث اللي يريد يطلع صار الموضوع مو موضوع أكاديمي موضوع أنه عبارة عن اجتهاد شخصي أطلع بالتلفزيون أنت ذكرت مفردة احتكار نعم أنت لا تصدق واحد يعطيك فرصة ماكو شيء بالعالم أنه أنا أجي أعطيك فرصة على أساس أنا بهالعمر هذا ليش أعطي فرصة إذا فرصي ليش أعطيها يعني قانونا وعرفا واخلاقا وليش انطيها طيب معناته شلون الشخص ياخذ انت احنا شلون اخذنا فرصنا شو؟ احنا اجينا بوقت حيتان احنا بوقت حيتان يعني الشارع مال الاذاعه والتلفزيون ما تقدرين تفوتين من عند من يمه ما تقدرين تفوتين صح تمام شلون دخلنا لعدنا عم لعدنا خال الان بالعكس الاجواء مفتوحه هذا الشيء الشيء الاخر قضيه الاكاديميات موجوده الجروبات ما احنا عندنا مثلا قاعه في المركز الثقافي البغدادي ان شاء الله تزورونه نعم على مدى سنتين صار كل يوم جمعة نعرض فيلم أو فيلمين للشباب
خاصة اللي يروح برا يعني ويجيب جائزة. أفلام عراقية؟ عراقي، شبابنا العراقيين شباب. كله شباب يعني إنتاجهم هم، إنتاجهم سواء أفلام قصيرة أو الأفلام الطويلة. نعم. نحتفي به ونقدم فنانين كبار شياب مثلي يقعدون يناقشوا على الفيلم بعدك شباب يا معود الله يسلمك يعني شباب شباب الروح يعني فعلا فنقعد ونناقش ويقعدون ايضا جروب الفيلم ونكرمهم شهادات بسيطه ما تكلفنا شيء بس الاحتفاء هذا يدفع. الحلو اللي بيها انت بالمناقشه هي الاكاديميه يعني والحاضرين يكونون يعني من مثلا فئه معينه طبقه معينه. لا الان اول ما اسسنا كان فئه معينه وكنا احنا ندعو للناس. ايه؟ الغريب والعجيب انه الفنانين السينمائيين يفترون بالساحات مال شارع المتنبي وما يحضرون العروض. العوائل بدات تجي للعروض. بدينا نعرض نعيد العمل الفيلم نعرضه مرتين او ثلاثه نعرضه بدوا عوائل يجون. حلو. والمختصين ما يجون. مثلا منهم ترفعا يقول لك انا شنو احضر مثلا عروض فيلم الواحد شاب صغير عمره 20 سنه يحضر فيلم. شلون لعد هذا الصغير حيكبر وشلون راح يصير ياخذ فرصه؟ ما هو هذا الكبير اللي يترفع هو صغير. حلو. يعني هو من ينظر الناس بهذا الحجم هو ما يعرف ان الناس ايضا تنظر له انه زاويتين. طب استاذ صباح بمهرجان السينما الكردية أنا عرفت أنه مو بس أفلام كردية كانت مشاركة. لا بس أفلام، بس أفلام كردية. أفلام عربية أيضا. لا بس كانت أفلام، بس أفلام هو كان فيلم، فيلم عربي اسمه ياسر بالعربي. ما شفت أنا هذا اللي يعني حكوا لي أنه أكو شي فيلم كان فقط بالكردية. إيه لحد الآن. طيب أنتوا حضرتكم كنتوا كمقيمين؟ لا لا أنا ما كنت، أنا بغير مهرجانات يعني بين عضو لجنة تحكيمية بين رئيس لجنة تحكيمية. حضرت أنت مهرجان السينما الكردية؟ كل الأفلام شبتها خاصة الأفلام القصيرة وفيلمين طويلة. حكمك على الفيلم وأنت مدى تعرف اللغة؟ لا مو حكم، مو هي السينما لغة. أها هو أنا هذا سؤالي. هو هاي الحلوة أنه أنا أجي أبغى على فيلم ما أعرف لغته. إي بس أفتهمه. هذا معناته الإخراج قوي طبعا. الفيلم الكردي الآن مو سينما الكردي أيضا بعد ما صار عندهم سينما. نعم. أي أيضا الفيلم حتى سابقا العفو ماكو سينما يعني. لا مو من نقول سينما كردية يعني السينما العراقية من قلت لك قلت لي لا قول الفيلم العراقي يعني مقارنة بمصر يعني مصر نقول السينما المصرية طبعا ذيك بيها ملامح معينة وبيها جوائز. إحنا لازمنا إلى الآن فيلم لحد الآن محاولات ستي لحد الآن محاولات. إحنا قبل كانت السينما عبارة عن ايديولوجية يعني عندنا حروب سوى عليه أفلام. نعم. عندنا حصار سوى عليه أفلام. عندنا قضية نتناولها. مو من حقك أنت تتناولين أي قضية ما نقدر لأن الدولة كانت بديها هاي كانت تيجي القوانين. أي الآن لا الآن مفتوح. فالفيلم الكردي متطور جدا متقدم جدا. زين إحنا شو وقت يصير عندنا يصير مرحلة نوصل إلى نقول السينما العراقية؟ يصير يصير لأن عندنا شباب وصلوا للعالمية الآن. حلو يعني محمد الدراجة محمد الدراجة تحية إلى من خلالكم يعني وصل عالمية عدي رشيد وصل ومخرجين كبار جعفر ما أعرف نسيت اسمه أيضا. نعم. من المخرجين الكبار موجودين. نعم. عندنا بفرنسا إن شاء الله يا رب بوجودكم أستاذ صباح ومنورنا أنت بحضورك. نشكرك جزيل الشكر. أنا أشكركم جدا أشكركم على هذه الدعوة. شكرا لحضورك. شكرا أيضا لمراسلنا رياض اللي أتاح لنا فرصة التعرف عليك أيضا وكان متواجد في أسبوع مهرجان السينما. وتهانينا للفضائية ترى حقيقة نشوفها احنا يعني صراحة اكيد. اشكرك شهادة الاعتز بيها وجودك اليوم نورنا وشرفنا واكيد كبصمة عراقية مهمة. طبعا احنا حنروح الى تقرير لمهرجان السينما الكردية وراها نرجع نكمل وياكم اعزائنا المشاهدين بقية فقراتنا وبقية الاشياء اللي بحضرتكم اياها.